النهارده برضو التغييرات في ان انت عندك هاني اشتكى فغيرناه عشان بنحافظ عليه، احمد فتحي اما لعب في المكان ده اضافه ان شاء الله، يعني الحمد لله بنحاول نعوض الغيابات اللي عندنا لعب في المكان ده قبل كده، بس انت ما انت بتضطر للحاجات عشان الغيابات اللي عندك، انت عندك غيابات كتير مش عارف المكان ده فيه خط الدفاع فيه مشكلة، في حاجة غلط. المكان ده السنة دي أي حد بيدخل يلعب في المكان ده حتى لو مش مكانه بيتعور، أيمن دخل اتعور، هاني دخل اتعور، طبعًا سعد ورامي من الأول، نجيب اتعور ولسه راجع، كل أي حد بيدخل في المكان ده فربنا يسهل إن شاء الله أي حد فيهم يقدر يرجع بسرعة ويدخل على الفرقة، بس الحمد لله إن أنت كل اللي بيحصل ده وأنت ما بتتأثرش، بتعمل تدوير بشكل جيد جدًا، علي معلول مصاب النهاردة، صبري لاعب، الحمد لله أداك ما بتأثرش، هشام المباراة اللي فاتت ما كانش بيلعب، النهاردة دخل على الفرقة ظهر بشكل جيد جدا، الحمد لله كلها مكاسب كتيره جدا، واهمها ان انت وسعت الفارق، تدي فرصه لنفسك ان انت المباريات الجايه ان شاء الله تبقى تمشي مباراه مباراه مع النادي الاسماعيلي، كل ما بتكسب الامور بتقرب بشكل كبير يعني. اسال على دخول باقة للنهارده في التشكيله الاساسيه، وفي نفس الوقت كمان صلاح محسن الجزء اللي شارك فيه في نهايه المباراه. باقة النهارده طبعا اصابه علي، فاحنا كانت فرصه باقة للاشتراك في ظل وجود علي ووليد واجاي كانت بتبقى صعبه شويه، انما في غياب علي باقة النهارده موجود وموجود بشكل جيد جدا وظهر بشكل كويس جدا، وباقة محتاج مباريات، لو خد مباراتين ثلاثه ورا بعض هيظهر بشكل افضل من كده بكتير، وهو بدايه كويسه بالنسبه له النهارده. صلاح محسن الوقت كان حوالي 10 دقائق، صلاح محسن لسه يعني لسه الوقت هياخد وهياخد ماتشات كتير ان شاء الله مع مرور الوقت، كل ما بنكسب الامور هياخد فيها اكتر بشكل كبير، فان شاء الله يكون من العناصر المؤثره معانا خلال الفتره الجايه ان شاء الله. سؤال اخير كابتن سيد، المباراه الثانيه هتبقى اصعب من مباراه النهارده فنيا؟ هو بيني وبينك انا اول مره اشوفها في الكوره في الدوري، هنلعب يوم الخميس مع المقاولين والمباراه الجايه ان شاء الله نستعد للمقاولين الدوري في الدوري ان شاء الله، حاجه غريبه بصراحه بعد 4 ايام تلعب نفس الفرقه، فاكيد المباراه الثانيه هتبقى اصعب شويه لان انت طبعا فرقه النهارده درستك بشكل كويس شافت كل اللي حصل النهارده فهتبقى صعبه علينا شويه، بس ان شاء الله التركيز بتاعنا زي ما قلت لك انت دلوقتي مركز في نقطه مهمه جدا ان انت ماشي مع النادي الاسماعيلي هتمشي مباراه بمباراه، كل ما تزود فارق الامور هتقرب بالنسبه لك ان شاء الله. بالتوفيق ومبروك، واللي جاي ان شاء الله افضل وافضل، ونبارك لكم ان شاء الله على اللي جاي كمان باذن الله. خليك يا عم.